تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن، وقد تم انتخاب دولة الإمارات عضواً غير دائم للفترة ما بين 2022 و2023 بحصولها على 179 صوتاً. فأي أهمية للتجديد في مجلس الأمن؟ وكيف ينعكس ذلك على الملفات الحاسمة دولياً؟ ينضم إلينا من اليونان الليلة رئيس معهد السلام الدولي تيري رود لارسن. سي تيري، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. في ظل ما يعيشه العالم من تحديات وتهديدات، ما أهمية الدور الذي يلعب هذا المنبر الدولي إذا ما بدأنا بالحديث معك من هذه النقطة، وأيضا الروح التي ستضيفها هذه الدول الجدد التي انضمت إليه؟ مجلس الأمن في الأمم المتحدة هو منبر للأمن والسلام في العالم، وقراراته عبر مجلس الأمن تصبح قانونا دوليا، وهذا يعني أن 5 أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين يسهمون في صوغ هذه القرارات. والآن الإمارات العربية انضمت إلى هذه الدول العضوة بشكل غير دائم، وبطبيعة الحال هو المنوط به الحرص على السلم في العالم برمته. بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، هذا مهم للعالم ومهم لها، وأود أن أقول أنا سعيد بأن الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى مجلس الأمن لأنها لها خدمة دبلوماسية متميزة. الشيخ عبد الله هو من بين الأكثر كفاءة في الدبلوماسية، وله مهارة عالية ومبتكر، ولذلك مجلس الأمن متشرف بأن يضاف إليه دبلوماسيون مهرة مثل لانا نسيبة وغيرهم في نيويورك. وأعتقد أن هذا سيخدم ليس فقط مصلحة الإمارات وإنما مصلحة العالم، لأن الشيخ عبد الله والسفيرة لانا نسيبة يمكن أن يلعب دورا مهما في حل الأزمات والقضايا، وخصوصا المصالحة والسلم. ومن هنا أتت أهمية تركيز دولة الإمارات سيد تيري على لربما روح التعاون والحوار والدبلوماسية خلال ولايتها في مجلس الأمن. هل يمكن بتقديركم تحقيق مصلحة الشعوب من دون بناء جسور للتعاون والعمل مع الجميع؟ وما هو النهج المطلوب أن يعتمد من قبل كل دولة عضو في مجلس الأمن؟ أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مؤخرا مركزا لمفاوضات السلام وجهود السلم، وهي تجلب الجميع بشكل سلمي وبطرق دبلوماسية حول طاولة المفاوضات من أجل التحاور والتفاوض حول قضايا عدة. كذلك الإمارات العربية المتحدة تقدمت إلى الأمام في دور السلم والأمن العالميين، وهي منصة جديدة تخدم مصلحة العديد من الدول الإقليمية في المنطقة الخليجية وشمال إفريقيا. هي من الأهداف سيد تيري التي وضعت أيضا في هذا الإطار تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، تمكين المنظمات الإقليمية، أيضا تهدئة التوترات في يعني عالم يعيش الكثير منها اليوم. في ظل فشل السياسة سيد تيري طوال السنوات الماضية بتحقيق هذا التقدم، هل يمكن البناء اليوم على لربما محاور مختلفة منها الثقافة؟ يعني يوم الحديث على التركيز على التعليم، تعزيز التسامح والمساعدة في إيصال الأصوات المعتدلة، وهي تجارب يعني كلها عشناها هنا في دولة الإمارات. أعتقد أن هذه الأجندة
التي وصفتها بشكل فصيح. أعتقد أنها ستكون الأجندة الدبلوماسية للإمارات وستوصل إلى مجلس الأمن. أعتقد أن الإمارات ستركز على هذه القضايا برمتها ولن تركز فقط على الشرق الأوسط بالخليجه وشمال إفريقيا، وإنما على كل القضايا الدولية. لذلك الإمارات الآن في مجلس الأمن. إنفاد تلك القضايا التي في أجندتها. سيد لارسن، قبل ما ينتهي وقتنا، ما التغيير المرتقب اليوم؟ نحن ننظر إلى هذه التغيرات وننظر إلى التطور والابتكار اللي يعيش عالمنا، ما الذي يمكن أن نتوقعه للمرحلة المقبلة؟ من الصعب أن نتكهن لأننا نعيش في عالم يصعب التكهن والتنبؤ به، والتغيرات والمستجدات تطرأ كل يوم. لذلك لا يمكنني أن أتنبأ بما سيحدث في مجلس الأمن في المستقبل، ولا يمكن أن أعرف بشكل استباقي كيف ستحل الإمارات مختلف القضايا والنزاعات والأزمات حول العالم. الذي أعرفه بشكل يقيني هي أنها ستسهم بشكل إيجابي. أنا واثق بأن الإمارات لديها قيادة دبلوماسية بريادة الشيخ عبد الله والسفيرة لانا نسيبة، سيلعبان دائما دورا بناء في الجسر وتقريب وجهات النظر في مجلس الأمن. هي عضو ستكون أصلا إضافيا يقدم قيمة مضافة. شكرا جزيلا للمشاركة معنا الليلة من اليونان، رئيس معهد السلام الدولي تيري رود لارسن. شكرا.